ثلاث حاجات اللي قلنا عليها، وبعدين خمسه كيسز. اول كيس كان ايه؟ اول كيس فاسيوليتس ولا فاسيوله؟ لان عندي فاسيوله ماسكه في ايديا فاديليا كده. لا انا عندي ديزيز اسمه فاسيوليتس كده. طب ايه الفرق بين غير الفاسيوله بيعمل يلو ديسكولاريشن في السكليرا؟ اللي كان ده بيعمل جوندس لحد دلوقتي. ها؟ ليه؟ كرونيك كيسز اللي عنده انتستاينال بالهارسيزيس وريبورت فايبروزيس فعلا يبقى عنده جوندس. دي حاجة تالتة خدتها بتعملها جوندس. وأقل دوما مطلوبة خلصها. ها؟ كينيزيس فعلا. جرافيك سيجمنت بتاع تينيا سجينات أو تينيا صوديوم بتتحشر فين؟ في البايل داكت. بيعمل لك كولانجايتس. بيعمل لك جوندس. ولو قلت لك اليوريت بارازيتيك انفكشن كوزنج جوندس تقول ايه؟ الانفكشن اللي بتعمل لك جوندس. خدنا كام حاجه دلوقتي؟ ثلاثة. فاشيليزيس. فاشيليزيس. بانسونار. كينيزيس. صح؟ دلوقتي فعلا خدنا ثلاث حاجات بتعمل جونس. يلو ديسكاليشن في سكليرا. طب ايه الفرق بين الكيس الاولانيه والكيس الرابعه؟ الاثنين كانوا في الكفر الشريف لو تاخدوا بالكم. ايه الفرق بينهم؟ واضح ان انتوا ما عرفتوهمش. الاثنين فيهم فاشيلايزز. ايه الفرق بين الكيس دي ودي؟ همس كنت خالص. فعلا واحدة منهم السول اناليسيس كان بوزيتيف والتاني كان نيجاتيف مش كده؟ السول اناليسيس كان بوزيتيف حالا التانية كان نيجاتيف. ايه كمان؟ وقال لك هاي ايزنوفيليا حصل؟ كلمة هاي ايزنوفيليا دي تبقى انت بتفكر في اربع حاجات فقط في المنهج. المنهج كله تشيلها من الموت. لكن في الكيس الاولانيه ما قالكش هاي ايزنوفيليا، ما قالكش مارك مش كده؟ لكن قال لك يلو ديسكولاريشن اوف سكليرا حصل؟ برضه انت بتفكر في اربع حاجات في المنهج. يعني فينا كومبنسيشن. سؤال، ايه اللي خدته لحد دلوقتي بيعمل مارك ديزوفيليا؟ فالشيولة فعلا والشيستوزوما لحد دلوقتي الاثنين فقط بيعملوا هاي او مارك ديزوفيليا. قال لك في الكيس ديت في انلارجد تندر ليفر صح؟ نهر تندر ليفر. ايه كمان بيعمل كده؟ شيستوزوما نهر تندر ليفر صح. بس الشيستوزوما ماشي معانا في حاجات كتير. لا نعم ايه الجيس ديت؟ تيست عمره اسرع. اسمه سيلف ايفالويشن. استخدام عن التعليم الصحي مشكله. حليته ال 14 جيب ريزون. طب قبل ما نخش في جيب ريزون في كان في سؤال يقول لك ايه الكومبليكيشنز؟ مش كده؟ الكيس الثانيه والثالثه اللي عنده شيستوزومايسيس ماتسوناي او هيماتوفيا ايه الكومبليكيشن؟ هتجاوب؟
المضاعفات. ازمتك دخلت في الكرونيك كيس، ابتدت في الكرونيك كيس اللي هو الستيج رقم 4 مش كده؟ عيد قوي. في حاجات قبلها بس بتتقال. بتجيلي مانيفستيشن بتاع الستيج 3 معايا؟ يبتدي رقم 4. لو قالك في امتحان كومبليكيشن بغض النظر عن كلمة كيس، يبقى سؤال كومبليكيشن مش السرمايزز بانتونار، انت عندك الباسوجينيسيتي ستيج 1 هجوم دور ثاني مكان، فاكر؟ كان بيرمش، كان بيروح دم، كان عنده تمبرري ايمتوكومين. دي مش مضاعفات، ده غلط، حاجات مختلفه. لان الكومبليكيشن بتبتدي من ستيج 3 و 4 و 5، 5 بالنسبه لي انا اللي هي الكومبليكيشن. لان ايه الكومبليكيشن؟ يبقى لو قال لك كومبليكيشن مش استزوما في اي سؤال، يبقى انت كل ستيج رقم 3 والستيج 4 وكل الكومبليكيشن اللي انا بسميها الستيج نمبر 5. لماذا؟ لأن أول مرة ناخد إكتف كمان. أي إكتف قبل الدنيا سوني لو قلتها تنصدم، أنت أنصدم الموس. لكن دي بتعمل لك مرض مميت اسمه؟ سيستي سيركوز. سيستي سيركوز. الثلاثة اللي خدوهم الدرس اللي فات كانوا مشتركين في ايه؟ ثلاثة مش فيهم واحد فيهم. ما تقوليش السكول ده انا عارف. عارفين في السكول التشن احنا عارفين كل الخطط بتاعت السكول التشن احنا نعرف ها؟ بعد النوز يا بون ده احنا ثلاثة اكيد. ثلاثة كبار بيعملوا لك في السكول التشن لو قال لك سؤال ايه البرازايس بتعمل في السنه ستراكشر اول ثلاثه في درس في العربي. ويت لوس وتوكسنز نيورولوجيكال ميديسين ثلاثه. شايفين في ايه كمان؟ ثلاثه يشبهوا بعض في ايه؟ مش كده؟ بس في واحدة منهم كده بتبقى قلقان وأنت بتدي العلاج. سينيا سوري ما تحبش تدي البرازيك وانتيل ولا الكلوزامايد. لماذا؟ بدخلني في انترنال اوتو انفكشن وسيستي سيركوزس. أمال نحب ندي علاج اسمه إيه؟ في ناجرين هارد كلورايد حفظ. التريد نيم بتاعه اسمه؟ اتبرين. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ شغل ازاي؟ ريلاكسيشن اوف سكرز نفس السكرز مش فاهم الكلورايد. طب ما حلو اهو. امال ليه ما بتدوس في اللي قبل كده؟ ليه العلاج ده مش بيسمعه تاني؟ لانه ايميتك ولازم يدي قبل انتي ايميتك ربع ساعه.
الحاجات اللي خدوها فيها يعني اكل السمك واللحمه. تاكل سمك يجي لك كم حاجه؟ ثلاث حاجات قلناهم قبل كده. طب لحمه كلمه ميت، ميت تعني بيت ولا بورد؟ الاثنين. الاثنين يجي لك ميزه سمكه وبورد يجي لك ميزه صوديوم. حتى عنده مشكله في الدرس اللي فات؟ ازيك ولا لا؟ النهارده في دوده اسمها الكاينوكوكس جرانيولوس او الكينوكوكس جرانيولوس، ودي مش عندك، مش مجموع التسم بتاعتك، دي موجوده عند الكلب. سؤال، يبقى الكلب مين اسميه؟ ديفينيتيف هوست. اسميه ديفينيتيف ولا ريزرفوار هوست؟ ديفينيتيف. الاكل ريزرفوار معذور، لان زمان انا قلت كلمه كده، من هو الريزرفوار؟ حيوان وقت. فالقلب الريزرفوار ده معذور، بس هنا ما ينفعش اقول ريزرفوار. لماذا؟ ريزرفوار لمين؟ كلمه ريزرفوار لمين؟ القلب مش عندك انت يا بني ادم، ما انتش عيان بيه. بورز البوني اكسيز. يبقى هنا نغير اسمه ونقول عليه ايه؟ هو الديفنتيف هوست. يبقى امتى الحيوان يبقى ديفنتيف هوست؟ لما يكون الادلت عنده هو فقط. البني ادم ما بيشاركوش في عدوى. فتقول لي طب ما هندرسها ليه؟ مدرسها ليه؟ طب انا مش عندي. هي مش عندي بس بنتها عندي. المركبه بتاعتها هو جسمي. ولما انت عندك الاربع هنا يبقى انت اسمك انترميديت هوست. لو قلت لك الاربع اسمها هيداتد. هيداتد اكسست. يبقى انت بتلبس النهارده ديزيز اسمه هيداتيدوزيس. فاكرين زمان عشان يبقى عندك الاكبر جوه جسمك يبقى الانفكتيف ليك ايه؟ تاكل مين في دول؟ هل السيبتيك لايف سايكل تبقى انفكتيف ليك؟ تاكل الايه؟ تاكل الايه؟ تروح التيرشوز وتعمل لك هيداتيدوزيس. يبقى دي تاني بيضة انفكتيف تو مان بعد الايج اوف جينيس. سؤال، ينفع النهارده تدعي لي بالاوتو انفكشن؟ ها؟ القلق عندك؟ الاوتو انفكشن ايه؟ نقاوة بعد الضغط؟ لا مفيش اوتو انفكشن. هناك القلق عندي وانسان قاصد دكتور فاجر بالاوتو انفكشن. لكن النهارده لا يا دكتور، تفريق قطط عن الكلب مش مور تيست اوف دوج. يعني البيضه ديت بتنزل في الاسلوب بتاع الكلب، انا بعيد منها ازاي؟ طب حصل؟ كلب بيعمل ديفيكيشن في بقي؟ اي واحد منكم عنده كلب في البيت او بيفتح باب الشقه وكلب يشوفك يعمل ايه؟ حد عنده كلب من العديد؟ كلب نوع ايه؟ نعم؟ ايه؟ مش فاهم حاجة طبعا. من كلب ولا عربية؟ حد عنده تاني كلب في البيت؟ ها؟ نوع ايه؟ اول ما تفتح باب الشقه، في الشقه ولا في المزرعه؟
Did you read it? لا مش فاكرين هو نط عليك انت ليه نط عليك كده يا ايه انت في ولا في ساعتها ما في اكشن مش كده هو بنط عليكي انت ما تقوليش فيه هو بص فيكي انت بتلعبي شعر صح مش كده لو الكلب ده مش نظيف وعنده ايه كاين فوكرز لانيوزرز انتوا ده بيكتبوا سمول انتست الاكس دي تبقى محطوطه على الحرب. اه تمام تعالي وتفصلي معايا وتيجي تاكل من غير ما تغسلي ايدك يبقى انت كلتي البيضه، البيضه بتاعت مين؟ ولا بتاعت كلب؟ كلب البيضه بتاعت كينو كانت كوكاس جانيوزس. يبقى فعلا اول مره لقيت عدوى غريبه جدا هاندلينج بلينج وذ انفكتد دوكس. أنا لحد دلوقتي ما عنديش كلب. بس بنتي الجيران عندها كلب. أنا بحب ازاي؟ البيضة دي لما كانت تاخد اتهضمت اللي هو احنا
اسمه ايه؟ اونكوسفير خرج من التستن وعن طريق السيركيليشن بتاع الصغير ده هو اللي مشي في دمك ومشي مشي مشي 66% هيروح الليفر 22% هيروح الدم 1% في البرين 1% في البول 1% في الكدني وهناك جوه التشوز ديت الانكوستين الصغير اللي مش في السيركيليشن ده وصل هيكبر ويعمل لك الهيدات السيست الهيدات السيست دي ممكن تبقى قد الكوره عايز تبقى الكوره عند ايه؟ في البرين ها؟ في الليفر في الدم في الكدني في البوز ازاي الكورة دي دخلت البوز بتاعتي؟ ما دخلتش اللي دخل هو ايه؟ اونكوسفير وكبر كبر 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 شوف بقى هيعمل ايه في التشوز ديت؟ يبقى عندك هيدافيدوزس ده تتعمل ده تس تي بي متكونه من ايه؟ كومبوزيشن بتاعهم ايه؟ في ثلاثة ليرز قدامك اهو. الأوتر موست ليرز سيادتك اللي بتكونها اسمها ايه؟ سيادتك اللي بتكونها فايبرس فايبرس كونها ليه؟ انت بتعملها ليه؟ عشان تعمل ليميتيشن للجراس تعمل بروتكشن لنفسك. الليرز اللي في النص لونها ازرق اسمها لامينيتد لاير نان سيلر الانر موست لاير اهمهم جيرمينال لاير ودي بتولد بتكون الكونتنت اللي قدامك ده تولد سكوليكس السكوليكس ده اللي بقى هيعمل بعد كده ورم دودة سكوليكس راس سيستودا بقى وجمع سكوليكس سكوليكس ساعات يحصل انفجينيشن للجيرمينال لاير ويبقى جواها سكوليسيس رقم خمسه هنا اسمها برود مش برود برود كبسول برود اعصاب برود كبسول يعني ايه؟ انفجينيشن اوف جيرمينال لاير كونتينينج سكوليسيس ساعات يحصل انفجينيشن للانر تو لايرز اللي هي اللامينيتد والجيرمينال ويبقى جواها برود كبسول وسكوليسيس لوحدها بره البول كبسول. ايه ده؟ ده شكلها زي المصل سيست. تكوينها زي الهدات السيست اهو اهو الدود اهو بنسميها دوتر. والدوتر ممكن تبقى اندوجينس وممكن تبقى اكسوجينس. سؤال ايه الفرق بين البول كبسول والدوتر سيست؟ حد يقول لي ثلاث فروقات. الفرق بين برود كبسول والدوتر سيست. ها؟ الدوتر فيها حاجتين. فيها برود كبسول وفيها سكوليسيس بره برود كبسول. لكن البرود فيها حاجة واحدة، صح؟ بس بس ده كان مكان تاني ايه؟ البروت كبسول عبارة عن 1 لير لكن الدوتا كنا كام لير؟ 2 لير اهو قدام الفرق التالت الدوتا ممكن تبقى اندوجينوس او اكسوجينوس الدوتا الحاجات دي موجودة ساعات اسمها ديتاتشمنت وتقع في الهيدات فلويد ويسموها هيدات ساند ساند يعني رمل كأنك مسكت رمل كده في المية في المية الرمل اللي في المية دوت هو الحاجات اللي وقعت في الهيدات فلويد هيدات ساند الهيدات السيست بتبتدي سنتي 2 سنتي تكبر 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 بقول لك لحد ما تبقى قبل الكورة لو قلت لك ان الادلت نص سنتي الادلت عباره عن راسه 3 سنتي فقط بنتها الاربع بتاعتها اكبر منها
اول مره تاخد النرفه اكبر من الارض. سؤال، الكلب ازاي بيتعدي؟ ازاي الكلب بيبعت له حضره الكالتوكوكس جرانيوتس؟ ها؟ دكتور الكلب دلوقتي بتخلص ايه؟ كان عنده ايه من دول؟ عنده القرص، شوف عنده القرص ياكل ايه؟ ياكل الاربعه، الاربعه عندك انت في التيشو. هياكلك انت؟ ماشي كلب؟ هو بس اللي هياكلك؟ ازاي الكلب يتعدي؟ ياكل الاستوديو ياكل عض من البرين وكلم جبهه من الليفر. ده كلب ده ولا اسد؟ ازاي كلب في العالم؟ ياكل الاستوديو ايه؟ قول بسرع كلكم مش واخدين بالكم من الحته دي. مش انت بس اللي بتتعدي عندك حالات اساس، انت وكل الهيربي فوكس ده هم اولى منك يا اخي. معايا؟ بيرعوا في الغيط بياكلوا البيضه بتاعت الكينوكوكس. ان سلوتر هاوسز البسة في المجزر يجي بقى بقرة جاموسة حمار ولو فيها هيدات السيست ياخدوا البرين او ليفر يرموه في هيدات السيست والكلب بياكل هيدات السيست لما ياكلها يبدا عنده ارض تخلي النار. سؤال، البتاعة الكبيرة دي تصغر وتبقى عضلت؟ اه لما كان بيكلم عادات السيس ازاي بتتقرص عنه؟ كل سكولكسي من دول تعمل عضلات. لو قلت لك ان هيدات السيس الواحده بقى فيها من 100 الى 1000 سكولكسي، تخيل يبقى لو كان واحد هيدات السيس تديله من 100 الى 1000 عضلات. ده شكل كده ما مشي، فاحنا الدنيا ماشيه ازاي؟ العيال عنده هيدات السيست في الليفر بيشتكي من ايه؟ كوره في الليفر، هناكل يلا. بريشر كومبريشن تضغط على ايه؟ تضغط على الفايل دكت ويجي لك رابع حاجه تعملك جونتس. جوندس تضغط على البورتال فين ويعمل لك بورتال هايبرتنشن. تضغط على الهيباتوسايتس اتروفي. ده بالعين عنده لارج تندر ليفر. لارج تندر ليفر زي الفشوله والشيستوزوما. لو انت عندك هايدات سيست في اللانج تشتكي من ايه؟ تضغط على ايه؟ على الفيلاي، على كونكيوز، يحصل لك ايه؟ ديسني، سينوزس، شستبين، كافين. لو في البرين زي كل عليهم بين كده، تشتكي من ايه؟ شلنا البرين وحطينا هيدات سيست بدل دايمنشن فقط؟ على حسب بقى كده؟ اكيد في بالك انت بتعمل اتنشن كومبريشن على اي سنتر تشوف بقى تعرف طبعا. لو في بونز تشتكي من ايه؟ بون فراكشر. بيسموا هيدات سيست اللي في البون بيسموها اوسيس عشان بوستيشن. تدخل تقعد تضغط على الترابيكي تضغط 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 يحصل لك بعد كده فراكشر بونز. لو في جلدي رينال هيدروجينوزس تشتكي من ايه؟ رينال بين. ودي تاني حاجه في المنهج تعمل لك رينال هيدروجينوزس، تاني حاجه تعمل لك
hematuria. Hematuria. It precise the term hematuria. Roman hematopium, urina hematuria. Hematuria. في كلمة واحدة يعني فكر من ايه؟ compression according to the sign compression. مشكلة جهاز كبعة يلا complications ايه complications بتاع الهيدات السيس انا دي افضل اعت انا تلاتي شوك حاجة من اتنين فقط في المنهج بيعملوا انا تلاتي شوك الفيلد اللي هو هايلي انتيجينيك لو حصل فيه هتموت حد ده تكون ايه؟ هي دي نفسها ممكن تبقى انفكتد وتحصلها سبونتينيس رابش لوحدها مسألة في الامتحان لو فرقعت الهايدات السيست ولحقناك وجبنا لك انتي شوك كورتيزون وادرينالين ما موتش يعني في مشكله ممكن تحصل؟ ايه اللي يحصل؟ الحاجات اللي جوه دي هتبقى ايه؟ ايه اللي فرقعها دلوقتي وقبل ما تموت لحقناك بانتي شوك؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ الم؟ الرجي؟ ما عندنا انتي شوك خلاص؟ ايه ما كانش عارف؟ قطط ايه؟ قطط عندك؟ امال ايه يعني؟ حاجات اللي جوه ديت لما فرقعت تعمل امبلانتيشن ان اذر تيشرز في البروتينيه وهنا 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 وتعمل نيو سيست سكندري نيو سيست بدل ما كان عندك سيست واحده بقى عندك خمسه سيست كذا كذا دي مشكلة ممكن تحصل. على فكرة دي ممكن بترابشة لو هي في النار والعيال يجي له ايه بقى؟ فروسي. بلادي فروسي ديسشارج سبيوتر. وقعت مية اصلا. انفكت شوك. لو في كدني هيماتوريا وفروسي وقطع ممكن فرع تفتح على بال الضغط ويعني يجيله جوندس تحصل يبقى لو قالك في امتحان الباثولوجيسيتي عارفينها according to the side compression لكن لو قالك complications only لو فرقعت انفكتك شوك وطبعا انت عارف لو لحقناك ممكن تعمل secondary nuisance الهيدات السيست اللي قدامك ديت عبارة عن وان كافيتي بنسميها يوني لوكيولار يوني لوكيول لوكيول يعني كافيتي لو الهيدات السيست ما فيهاش سكوليسيس بيسموها استرايل استرايل يعني عقيمة انت عندك استريليتي انت ما بتولديش ما بتطلعيش سكوليسيس يبقى انت تسميها سترايل لما جيرنال هي كابتشر انها تطلع كونتنتس. قلنا انت تسميها اوسيس لما تكون في الاوسيس في البوكس. بتبقى عباره عن وان لير فقط هي في البوكس جيرنال. اللي عنده هيدات السيست شخصه ازاي؟ هيستوري كلينيكالي لابوراتوري راديولوجي ست ايه الهيستوري هنا؟ كونتاكت وذ انفكتد دوجز صح؟ يعني انتوا هنا مفيش هيستوري مش كده؟ لكن هنا بالنسبه للبنتين الحلوين دول لو جاله بعدين سيس هنشوف على طول عندهم كانت بي مش كده؟ صح؟
ايه ده؟ يعني هذا السيكس دي كومة مدارية. كومن مداريه في مصر هنا ايه رايك؟ لا طبعا لا طبعا احنا كلنا مسافرين ناكل خلاص كده. هو بيقول لك ولا اكل لما اعرف اتكلم في اكل انا اكل ولا انا مش انا فاهم صح حكم؟ ايوه خلي بالك اللي ما عندوش كلب في البيت عنده دبان ها؟ عنده دبان نايم جنب الكلب في الغيط في الشارع يعني هم كلب نايم جنبهم على السرير ما فيش مشكلة لكن احنا برضو بنخير الكلب حوالينا الدبانة ده ينور انت نسيت ولا ايه؟ الدبانة منتشرة في بلدك قطف قصر عيني في شام البطنة تلاقيها في الجراحة بتاعتكوا أعصاب قلب وصدر جراحة عامة مالية الدنيا يوني لوكلا منتشرة في بلدنا ليه؟ لأنها في هيستوري هيستوري منتج توكس انفكتد دوكس وما أكثر الكلاب في بلدك صح؟ موجودة صح؟ كلينيكالي لو جالك واحد عنده هيباتيك هيداتيوز وانت دكتور بطنة وانت بتمشي عليه كده في عنده النارج بتقدر ليفر وتحس ان في كورة كده كورة تحت ايدك تعمل بركشن كده بتردني معاه سويلنج تعمل ايه؟ وقت ما تكون بطنه وتكشف على اليد لقيتها عنده في حسيت سويلنج تعمل ايه؟ اعمل اشعة دلوقتي كل دكتور معاه الصنار بتاعه عن نفس الاوضه تقوم جايب الصنار ايه ده؟ بص ده فعلا في كورة موجودة سيست بس هل الصنار هيفرق من عدم هيداتي؟ لا الصنار ما يفرقش بين هيدات سيست وسيستيك تيوبر سيستيك سويلنج اقول لك ده عنده سويلنج حجم كذا كذا في الحته الفلانيه لو انت دكتور مخ واعصاب وجالك واحد عنده سيستيك انترنيال تنشن يبقى عنده سي تي سكان ما ينفرقش. تعاطوا عنده اوسيس هيدافينوزس بعد عمل اكس راي ما ينفرقش. امال اعمل ايه؟ اتاكد ازاي ان عنده هيدافينوزس؟ حاجه من اثنين في ايدك بتاكلك هتقوم مدخل سرنجه وتسحب اسمه اسبيريشن شفت اسبيريشن سيتولوجي سيلز طلع ده دي تيومر سيلز ولا عايدات سيلز هتلاقي في الهوكس ديت هتلاقي اسمه السيتات بس لو انت عملت اسبيريشن ايه اللي ممكن يحصل؟ انا في لك اسبيريشن سيتولوجي بس غير سيلز مدن عمليات حزين. انا عارف ان انت هتبقى ايدك بتاكلك وعندك فضول عملت سونار وسي تي سكان مش متاكد مش عارف دي ايه عاوز تعرف الفضول هيخليك تدخل السرنجه بس تدخل السجن انا بقولها لك بس سايكولوجي كل ده عمليات مش في معمل في العياده يا اخي بعته المعمل يا اخي وخليه يعمل مليون دايجنوستيك تيست فاكر؟ سيرولوجيكال تيست بما انه عنده هيدات السيست يبقى في ده كويس انتي بادز انتي بادز اتكونت خد منه حب الدم ودور على الانتي بادز وتجيب المعمل الانتي وتعمل التيست بتاعتك هنا اهم تيست ودي مهمه جدا في الامتحان ما تقوليش الايزا وسي بي في تي زي ما كنا بنقول كده اميونو الكتروفوريزيس اميونو الكتروفوريزيس دي اهم تيست بتتعمل هنا وبتستخدم انتيجين
decimal 5 أو R cut 5 تبقى specific specific سنة مش أي antigen نجيب عدد بيو كده ونحطه على السينة من العيان ده لا هنا نستخدم نطلع antigen هنا مهم decimal 5 أو R cut 5 تعمل التست بتاعك confirmatory زمان كنا بنعمل انتراديرما تيست اسمها كازوني كازوني انتراديرما تيست كنا نجيب الانتيجين ونشحنه في العيان ونشوف الرياكشن اللي هيحصل ايه في جسم العيان بنلعب فيه البخت بنعتبرك حيوان تجارب بدل ما نعمل تيست بره في المعمل بنعملها جواك انت سؤال الانتيجين اللي بنشحنه فيك ده بنشحنه فين؟ ها؟ في البلاط في البلد يعني هدخلها يعني اعملك نفاتي شوك سبكتين ها؟ هو تيست اسمها انتراديرمال كازوني تيست هو يقول لك اعمل شنو انتراديرمال وانت كل هذا تقول له سبكتينس وتاني يقول لي بلد انترافينس هو يقول لك انترازيفتس انت ديرمال يعني ايه؟ يعني تحت الجلد ولا جوه الجلد؟ جوه الجلد طب ليه مش تحت الجلد؟ لو تحت الجلد انا ملكتك شوية مش في الدم بقى لو تحت الجلد انا ملكتك شوية طب تعرف زي انك شغال صح؟ انت ديرمال يعني جوه الجلد السؤال شافه تعمل ايه؟ ما انت لو حاسس تحت الجلد تيست باظت ولا هشوف لو مات يبقى ده كان صفي الله يرحمه لا ده انا قلت لك ده صح ايوه هيتنفخ مننا هيتنفخ عيان الجلد بتشحن ضغط الابريرس عن الدرس الفلوس ده انت دوت طب يقب معاك بين سويلنج معاك يقب معاك يبقى انت صح لانه بيقصد الابرامج مع الدرس وبتاعي ايه او بوينت 1 سي سي دوز قليله جدا عشان ما تبقى راجل الرجل على فكره بقول لك كان زمان كان زمان ليه؟ ما بنعملهاش دلوقتي لماذا؟ اولا لان ممكن الدوز تبقى زياده سنه ممكن تحقن غلط تحت الجلد والعيان يجي له الرجي وانفكتك شوك ده اول مشكله تاني مشكله انك تعتبر حيوان تجارب تعمل تيست فيه وتعملها بره يا اخي بره يا جماعه تالت حاجه ان بتديك فولس بوزيتيف ريزلتس لو انت عندك بيهاليسيس الانتي بارز بتاعت البيهاليسيا هتبقى قريبة سيميلر في كروس الاكتيفيتي عيان كروس كروس عنده بيهاليسيا طلع يطلع بوزيتيف لو انت عنده واحد نيجاتيف يقول لك طب امتى تعملها؟ امتى تبقى بتطمن؟ تطمن لما تعملها وتجيك نيجاتيف يبقى انت كده عملت انسكلوجن وتاكدت انه ما عندوش هيدالسيس يبقى تفيدني في حاله واحده فقط لو انا عملت انتراديرمال كازوني تيست وطلعت نيجاتيف يبقى فعلا استبعدت خالص ان عنده هيدالسيس وعنده تيومر عنده اي مايوه ثانيه